بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. دائما الوحدة رقم واحد كولتور تكنيك نيميريك، الأساسيات الشبكات المعلومية. هذا الموديل تقدم لنا مختلف التعريفات الأساسية خصوصا الماتيريال. فوالا، إذا وصلنا إلى لغام أو الميموار أو الذاكرة. قلنا في الفيديو السابق بأن الديسك دور أو القرص الصلب يمكننا من خلال الاحتفاظ بالمعطيات حتى ولو كان الحاسوب منقطع عن التيار، إذا نحتفظ بالمعلومات دائما. أما الذاكرة وهي عبارة عن ذاكرة نقوم بتخزين المعلومات لحظيا عند معالجتها من طرف المعالج، يعني عندما ينادي عليها البروسيسور للقيام ببعض الحسابات. إذا كتعريف، لا ميموار فيف، ميموار سيستم، وميموار فولاتيل، قاعدوا عندهم اسماء بالانجليزيه. راندوم اكسس ميموري، راندوم اكسس ميموري يعني سنشرح هذه الاشياء. لا ميموار انفورماتيك دون لاكيل ان اورديناتور بلاس لي دوني لور دو لور تريتمون. اذا الحاسوب عندما يقوم بمعالجه اي شيء يضع المعلومات داخل الذاكره ليقوم المعالج ب القيام بالعمليات الحسابية وإظهار النتائج. إذن هذه هي لاغام. إذن كما قلنا لاغام فوالا لي كاركتيرستيك، الخواص. انظر إلى الصور حقيقية لبعض الذاكرات. إذن لي كاركتيرستيك، هناك الكاركتيرستيك رابيديتي داكسي مقارنة سيت رابيديتي إيسونسييل بور فورني رابيدمون لي دوني أو بروسيسور، يعني هذه السرعة ضرورية لإعطاء المعلومات للمعالج للقيام بمعالجة المعطيات لحظيا وبسرعة. إذا الخاصية الأولى رابيديتي السرعة، الخاصية الثانية سا فولاتيليتي، يعني المعلومات مجرد ما الحاسوب ينقطع عن التيار تختفي جميع المعلومات عكس القرص الصلب. إذا هناك أنواع كثيرة، هناك لاغام اي روم اي ار دبليو ار دبليو ام. لاغام راندوم اكسس ميموري يعني فقط، وهناك روم راندوم ريد اونلي ميموري، هناك ذاكرة فقط تقوم بقراءة المعطيات الموجودة فيها. أما هنا نكتب ونقرأ، كذلك ريد رايت ميموري دبليو ام RWM نقرأ ونكتب، وسنبين الفرق. إذا أحبائي الكرام، الميموار فيف رام جينيرالمون ديفيني اون اوبوزيسيون على رام مورت. تنقولوا لا ميموار مورت او رام، تنقولوا لا ميموار فيف رام. Les données contenues dans la RAM vive sont perdues lorsque l'alimentation électrique est coupée. هذه قلناها، المعلومات تمشيو في الرام، المعلومات مجرد تيمشي التيار الكهربائي المعلومات تمشيو. Alors que la mémoire morte, c'est le fait conserve ces données en absence d'alimentation électrique. يعني la ROM في الروم تبقاو المعلومات بحال بحال الديسك دور، غير الديسك دور كاين المانيتيك، وهذا بزاف دابا تيحتفظنا بالمعلومات. فوالا، الى شدينا احبائي الكرام فرق اخر روندوم ليش دينا فرق اخر احبائي الكرام، كاين روم اكسس سيكونسيال، يعني عندما نقرا المعطيات نقرا هناك الخانات، اذا هناك خانات نقرا المعطيات بالتتابع. اما راندوم اكسس ميموري نقوم بالذهاب مباشره الى الخانه ونستخرج المعلومات. اما الروم فعندما نقرا معطى يجب المرور بجميع المعطيات الى حين الوصول الى المعطى المبحوث عنه. هذا كفرق بينهما الاثنين. الفرق الاول ان الروم يحتفظ بالمعطيات، اما الرام لا يحتفظ بالمعطيات. والثاني ان الروم يعني اكسس سيكونسيال، يعني عندما نريد نبحث عن المعلومه نبحث على المعلومه بالتتابع، واما الرام فنستخرج المعلومه مباشره. احبائي الكرام، اذا الميموار، هناك الميموار الرام فولاتيل كما قلنا، وما الروم كونسيرف لي دوني اون ابسونس داليمونطاسيون. كخلاصه احبائي الكرام، هنا عندنا انواع كثيره من 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 الذاكره. كاين هناك ستاتيك اي ديناميك، اذا كاين لي رام ستاتيك لي رام ديناميك. من بين ستاتيك كاين اس رام،
static random access memory, MRMR, magnetic random access memory, و DPRM, dual port RAM. هذه يحتوي على قطبين مدخلين نقوم بقراءة المعطيات مباشرة, يعني اثنان من المعطيات مباشرة. أما هنا magnetic random access memory نستعمل الشحنة المغناطيسية للإلكترون, إذن charge magnetic de l'électron. إذن SDRAM non rafraîchissement عندما utilisé dans les caches بروسيسور, قلنا بان الرام موجوده حتى في البروسيسور, يخزن المعلومات لحظيا المعالج ليقوم بالحسابات بدون ذهاب الى الذاكره الرام. ثم هناك شير, يعني غاليه الثمن, هناك سرعه ولكن كونسوم انرجي, تستهلك الطاقه, لاننا في الحواسب المحموله دائما عامل الاحتفاظ بالطاقه مهم جدا. فوالا, هناك ديناميك لي ميموار ديناميك, كاين دي رام ديناميكال راندوم اكسس ميموري, ثم الفي رام يعني الخاصه بالفيديو, وعلى ثم الاس دي رام الى غير ذلك. اذا يمكنك توقف الفيديو وقراءه التعريف التاليه. فوالا, اذا شكرا على انتباهكم والى اللقاء احبائي الكرام. واخر درس بالنسبه لهذا لارشيتكتور ديزورديناتور, سنتطرق الى لاكارت مير ثم كيف البروسيسوس دو ديماراج دان بي سي, يعني كيفيه اشتغال الحاسوب من منظومه التشغيل الى تحميل المعطيات داخل الذاكره الى معالجتها. شكرا على انتباهكم والى اللقاء.